بلاش نضحك على بعض، احنا بنحكي عن جائحة كورونا، كله كلام، والله كله كلام، والله أنا في ظني تقديري الشخصي ورأيي الشخصي، احنا قاعدين منضيع وقت عبين ما نكمل ونسحب حالنا ونطلع، للأسف. أنا هاي وجهة نظري. تفضل. أنا مقتنع فيها تماماً إنه احنا قاعدين هنا فعلاً دكتور. كلام. دكتور. اللي بدي أحكيه. احكي وجهة نظرك. أنا هذا كلامي اللي بدي أحكيه، عفواً. ما تحكي عن زملائك، احنا مش هون جايين. لا تضيع وقتي، عفواً، أنا هذا جزء من وقتي. وأنا حر بما أتكلم وأتحمل مسؤولية كل كلمة بحكيها، ما لم تمس الثوابت الأردني ما حدا يقاطع، لأنه إحنا مش قاعدين، مش قاعدين إحنا. ما أرجوك أنت عن زملائنا بنضحك على بعض، ما بنضحك على بعض، لا بنضحك على بعض، هذا وجهة نظري، إذا وجهة نظرك غير خليها على جنب.